One love, y'all, cause we're together. Aloha, new day, new vlog. ما تديوهاش على شكلي اتس نورمال مزقينا كتلعب يس هونيس ملي ما كتشوفوش ماريوان معايا عرفوه كيمشي بلاصه كيمشي الصباح بكري كيجري وكيرجع ابخي كنكملو سبور في الدار كيجري هو الاول كيخصو ضروري يجري ماشي ضروري كيمشي المهم ماشي ديما جونغ كيمشي يجري دايوغ دو لي بارك هنا ايتو ولكن كيجري غير في دي زوندوا ولكن ما منعوش الجرا والرياضه للناس غير منعو الاختلاط دونك فوالا هادشي اللي كاين دونك هادشي اللي كاين وكي بابيت اس حتى نشوفو شنو غادي نديرو اليوم هوم سويت هوم I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I want a way I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. كنصايب واحد البرانش وبغيت ندير واحد سموتي ديت فيه درت لي زيبينار وشويه ديال الاناناس وغادي ندير هذا المانجو يكون متلج من الاحسن ما غاديش ندير هذه المره بزلافه انا نديرها في زلافه نوريكم كيفاش كيكون فريمون تكل هذا غير خفيف محاد هذا الجيل فيه ديال تروبيكانا اللي فيه حتى هو مانجو ولورانج ياي هالتي الحاجه اللي بغيت نقول لكم انا سموتي ماشي ضروري ديروا فيه الجو زعما دورونج ولا شي حاجه تقدروا ديروا فيه حتى الماء الا بغيتوا هذا هو سموتي صراحه دقته وجبني صراحه راه مزيان تايم تو ايت
هلا بابي فين ذاك الدقيقة؟ مسكين قلت لك ما تركب في بيكالا كبر منها. What's wrong? What? What? الله عزيز دابا راه ميس قالي قالت لك زيدو خرجوا نتمشاو رجع ماريمان قلت لهم بلاتي نجي نخلط عليكم بس بلغتي وجاي كنجري مامي يا سيدي كنهضر مع اسماء ودايرين شنو سميتو انا وياك كنصايبو على فوا البطبوط عندي هاد الحوايج كلهم خصني نطويهم ماما اول حاجه او ماي جاد صراحه ما عنديش مشكل نطوي الحوايج كنكون كنتفرج ولا كندير شي حاجه كنطويهم كدغيا كيدوزو كنت كنغسل الماعن كنسمع الدقان صحابني واحد الحاجه وصلت جديده للمسكين حتى لقيت شوفوا شكون جا عندنا هاي شوفوا برام ولا كيشبه البيك بديك الكاسكيطه وتا هو دار نيو لوك عاجي عاجي برام اش شو ديم نيو لوك عاجي في الاول كان داير واحد المستاش وجا زوين وقالت لي اسماء لا حرام شو اسماء بعدا في الجنه خارجه من الحمام بالعكس لابسه بيجامه صنداله زي في حياتي باي باي برهام باي مالا ما تبوسنيش بصح يا ويلي برهام اسماء بعدايا اسماء صيبات هاد ملفاي وحطاتها لكم اوريدي في كوكن ويد دي سيستر وجهاتني بها مي ديال كوكن ويد دي سيستر دارت فيها الكلاصاج في الفوق واليوم صيبات وحده اخرى ودارت فيها دو لي فريز وهي ما بريفيري وانا نقول لها الله شهيتيني قلت لها صراحه خصني نمشي ندير شوبينغ ونشريها ايوا مسكينه شوفوا جابتها ليا دابا ام سوبر هابي شكرا اسماء ثانك يو فرحانه غادي تلقاو الغوسيت ولا لاشين ديال كوكن ويد دي سيستر في صندوق الوصف ولا في اول كومونتير سيرو راه كنبارطاجيو لي غوسيت وحتى الانستغرام ديال كوكن ويد دي سيستر شوفوا كتشهي تبارك الله كتشهي شوفوا شنو يلا وصلنا يلا جينا هذا البوكس بيان سور قمت قبل ما نحلها ايتو هذه زربيه ديال السلاخ كومونديتها اونلاين كانت بانت لي واحد النهار طلعت عندي وعجبتني وقلت ضروري خصني ناخذها مزيان هكذا نعلمها الصلا عليها وبطريقه اللي هي غادي يجيو بحال اللي كيلعبوا كنصحكم تاخذوها الاطفال ديالكم نورمالمون مازال ما خصني ندير فيها الحجره حتى نعطيها لماريوان هو اللي قدها باش نسمع الصوت كيفاش كيكون على اساس نورمالمون تيكون فيها يمكن الصوت ديال الاذان هنايا حاطين هذا دي موتيف اكسيتيرا ديال الصلاة ديال الوضوء ديال لهنايا مثلا كاتبين الفجر الظهر العصر ودايرين لهم رموز ديال هكا زعما امتى كيبدل الفجر للظهر فهمتوا ومعبرين عليهم بالشمس زعما فاش يلاه كتشرق فاش كتغيب اكسيتيرا هذا الهلال فوالا بوكس ديالها كيفاش كيجي والله ما عقلتش اش منسيت مناش خديتها المهم انا مشيت كتبت غير ماي سلامات وخرجت لي هادي ها هو لو نون كتبو غير هاد لو نون في جوجل وغادي تطلع لكم وشوفوا هذا شوفوا الاب اللي نتوما بغيتوا كاين دي ديفيرون بري كاين اللي ب 50 باوند كاين اللي ب كثر 100 وشي حاجه ديال باوند المهم شوفوا نتوما لو سيت اللي تقدروا تيقوا فيه وهذا ما كان هنايا كاتبين فيها من 3 سنين الفوق مي سي فري كو مزيان يلاه عندها عامين وكلكو موا ولكن انا بغيت نعلمها من دابا صراحه عليها دونك فوالا حيتاش فاش كن اشاك فوا كنصلي انا وماريوان كتجي وكتقلدنا وداكشي دونك قلت سي لو بون مومون انا هاد اشاك فوا نبغي نصلي ونحطو ليها حتى هي هادي حداها دونك فوالا هادشي اللي كاين فوالا هادي هي طابي من بعد ما دار لها مروان الحجرات غادي نوريها ليكم راه خدمناها اوريدي وفهمنا ليها اون فيت كديرو هنايا المهم دار فيها الحجرات هنايا ابخي هنا كديرو ستارت كيوريكم زعما كيفاش كتبداو الصلاة اول حاجة جون الوضوء كتجهو القبلة وهنايا دايرين ليكم اوريدي كيفاش تاخذوا البوزيسيون الصحيحه ديال القبله ابري الاذان وهادشي كامل فريمون زوين اون فيت اللي عجبني فيها انهم فاش كديروا ستارت كتوركوا على اي حاجه كتهضر وهنايا بالضبط فيها بزاف ديال اللغات جون كاينه عربيه انجليش وكاينه واحد اللغات اخرى اللي صراحه انا ما فهمتهمش
المهم فيها كاع لي زيتاب فريمون كاع لي زيتاب وهادو اللي كيبانوا لكم بلورونج هما ايات مثلا هنا كيقول لك صوره 114 صوره 113 112 الى اخره دونك فوالا هادشي اللي كاين خلينا نجربها لكم دابا تشوفوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مثلا نديرو جلوس is when we sit back on our knees and quietly recite al tashahhud in the last rak'ah نو مزجنو السلام عليكم بالعربية ورحمة الله وبركاته بعد الصلاة نقول الدعاء وهو عندما نسأل الله باحتياجاتنا وما نود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لينك تشوف الألبوم ديالي في الجلة ورينا ورينا نشوف لا فوتو في الكوفرتور ديال مسكين تيتا فاش دارتها درت لها فوتو شوت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هادي هي اختي صفا في إيموران في لا بلاج ديال إيموران اكادير هنا في الصيف ماشي ديال العام الفيت ديال الاول عام الفيت جو بونس هنا مازال كما دارت مسكينه عام هادي في واحد البلاصة في واحد المدينة هنا وهادي في واحد هولندا سميتو فلامينغولاند زوين كيعجبني بزاف بزاف وهاد العام اللي داز ما مشيناش ليه كيعجبني زوين بالنسبة للبنات اللي عايشين في بريطانيا كنصحكم تمشيو ليه سميتو فلامينغولاند وعرفتي كبير بزاف وفيه بزاف الالعاب ديال الكبار والصغار المهم غزال 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 خصوصا في الصيف شوفوا مسكين تيتا كي كان اختي هاو كيوت مسكينه كانت طبوزه ماشي طبوزه مي كانت عامره دابا والو كتبغي تاكل هادي في دار خت ماريوان اييه هادي ناعسه هنا كنا خارجين حنا واختو وولادها ولدها هنا مازال ما قلنا ما ولدات شوي هنا في دار اختي اسماء القديمه شوفوا فوكس اوت فوكس اوت فوكس هادي بارك حدا داري هي واسم هادو الرجلين اسم كتعجبني كانت كتعجبني تصبيت عندها في دارنا في الليفين روم قبل ما نحيد ليه الكاربيت كنلعبو مع مسكين كنديرو مع البوبوز عزيزين هذا هادي انا ومسكين تيتا هنا كنعقل جا عندنا لافامي ديال ماريوان سون كوزان مرتو ولادو دينا واحد البلاصه هادي في لانيفيرسير ديال برهم درنا لي سوربريز كاين هاد الفلوغ في هنايا في لاشين هادي هي مانيس بنت اختي ايناس في المغرب هادي هي بابا كنا غاديين لمراكش صراحة زوينين لي فوتو حق الله زعما كيبقاو زوين هادي انا وماما مسكين هادي في الاسبوع ديال ولد اختي يانيس هادي مسكينة انا بحال شي دري اون فيت انا مسكين كنشري ليها الحوايج بحال مثلا هذه اللي لابسه ديال الدراري مي انا الا عجبتني الحاجه كناخذها جونغ ماشي ضروري تكون ديال البنات ولا الدراري لو فيت انا تعجبني وصافي كاين شي حوايج كنشريهم ليها جونغ عاوتاني كناخذهم ليها حيت تعجبني هذه في البيت ديالي في المغرب دارنا في المغرب شوفوا بيتي تا هو راه درت فيه الكونه هاد البيت اون فيت جنات في المغرب نص الحيط في الغوز نص الحيط الكحل نص الغوز ديالي ونص الكحل ديال اسماء هذه مسكين تيتا في المغرب هادي مسكين هنا جو بونس كان عندها فاكسون هاد المره ما بقيتش عاقله مي جو بونس كان عندها فاكسون او هادي لو برومي شوتينغ فيرست فوتو شوت ديال مسكين تيتا كانت عندها باقي في عمرها اون سيمين ولا ما عرفت دو سيمين والله ما بقيت عاقله مشات معايا اختي صفا وماريوان خدينا دي فوتو زوينين وهادي في سون برومي انيفيرسير ديال مسكينه لابسين بحال بحال انا اللي قديت هاد لي روب انا اللي صممتهم ودايوغ كاينين في لا مارك ديالي ديال البازار شوفوا شحال كانت ديك توتا شعري كان كتير هادي حتى هي في سون انيفيرسير شوفوا شوفوا هادي في عرس كردي عراقي ماي جاد كاين شي تصاور من هادو في انستغرام هادي عند خويا في دار خويا هادي بنت عيشه اللي كتشبه ليا اللي كلكم فاش شفتوها في الفيديو كتقول لي مروه كتشبه ليك بزاف كتشبه ليا فوتوكوبي ديالي انايا فاش كنت صغيره
وهذا علي مسكينه مريم لابس طربوش فاز مغربي مسكينه كتجبد في لينا نوخس اللي كاينين هنا شوف شنو جبدات هذا ربحو مريوان في اكادير كنا في واحد بحال السيرك بحال هكا وداكشي كاين في لاكوت وكنت انا حامله ديك ساعه مسكينه شوف كنربح هذا وهذا كنربحو الراجل خت مريوان صغيره افان في كردستان وعطاه ليا مسكين في واحد حتى هي بحال مدينه الملاهي سميتها جافيلاند كاين فلوغ فاش مشينا هادي شريناها المسكين هذا كان فيه هاد لي سوسيت هنا لداخل خدينا عليها باش كنا غاديين اول سفر لينا بالباخره كنا غاديين لبلجيكا كلنا نخص عنده صراحه ذكرى هذا كان مع بيجامه ديال المسكين هذا عندي ملي كنت صغيره انا وشي صحابي عطيتهم ليهم كيتشابوا كانوا عندنا بزاف صافي خبيها هاد المسكينه هادي ديال سون بروميير انيفيرسير كنديرها في راسها صراحه خبيت ليها شحال من حاجه حتى الا كبرات يبقاو عندها تعجبني هادي ماي جاد غادي تموتوا بالضحك شوفوا شنو لقيت المهم راه عندنا بزاف ديال التخربيقات هنايا ما ضحكوش عليا جايبه معايا بزاف شي وحدين ديالي انا ملي كنت صغيره هذا قديم فريمون عندي ملي كنت صغيره وكان عزيز عليا وحتى اسمه راه عزيز عليها وكنت كنعلقو هكا فوق من كتافي شوفوا راه فيه هادي هاسكراتش كنعلقو والمضحك في الامر ان مانيس بنت اختي ايناس كتخاف منه عاد غير تجبدي لها هذا صافي قبرتيها كتبقى تقول شوفوا كي دايره طويلين يدي هذا ديالي انا فاش كنت صغيره كانوا عندنا واقيلا ثلاثه جو بونس كي واحد ديال اسماء واحد ديالي واحد ما عرفتش ديال من كانوا عندنا ثلاثه جو بونس وهذا شوفوا ديالي محيده لي ودن جبتو معايا هذا اول نونوخس اول مره ندو مسكين تشوف مدينه المائيه وخدينا لها هذا باش يبقى لها سوفونير من تما وهذا ديالها فاش كان صغير توتا كان حدا باش يلاه تزادت ارنوب وعندي انا واحد نونوخس ما عرفتش شكون اللي بحالي انا فاش كنت صغيره ماشي فاش كنت صغيره جونغ حتى زعما وانا كبيره ديما عندي واحد نونوخس ما نعش الا وانا معنقه فريمون بصح والله الا بصح ما كنعش الا وانا كنعنقو ولا ما كنحسش مرتاحه فاش جيت نعيش هنايا خليته في المغرب وكانت بغات ماما تصيفطو ليا قلت لها لا صافي خليه ابخي ندمت علاش ما جبتوش معايا ولكن دابا ملي كنبغي نعس خصني نعنق شي حاجه الا ما عنقش شي حاجه كنحس براسي ماشي هي هذيك يا مخده يا اي حاجه صافي دونك فوالا خصني ضروري شكون فيكم بحالي كتبوا لي ان كومونتير وما قالت لي صافي ها ويلي تزوجتي شو باغي دير معاك الناس عندك الفلوس كبير يا كميس كينا ولكن بصح انا كيخصني ضروري نعنق شي حاجه قبل ما نعس مسكين كنتو مع لقطه لي سوفونير ياك لي سوفونير ديال مامي مامي هذيك التوقيت البلاكار اللي كاين هنا في هادي فيها بزاف ديال لي سوفونير ديالي فيها واحد لابواط كتقول لي اسماء لابواط ميرفي اكيد قريتو لابواط ميرفي في الكوليج ليسي الكوليج جو بونس واش قريناها عندي بحالها مخبيه فيها لي سوفونير ديال الحوايج اللي ما عرفت مثلا عندي فيها حجره عندي فيها المهم عندي فيها بزاف ديال الحوايج واحد راس ديال ستيل واي حاجه كتفكرني شي الناس اللي عزيزين عليا ولا شي ايامات اللي دوزتهم زوينين كنخبيهم في ديك لابواط وفيها دي فوتو ديال صحابي اللي عزيزين عليا فيها واحد الفوتو ديال مامي مسكين الله يرحمه المهم فيها بزاف ديال لي تروك اللي عزيزين عليا بزاف وكيضحكوا عليا في الدار انا كنخبي داكشي مي فريمون واحد القلب واخا داكشي صغير كيفكرك والله فاش كترجعوا تشوفوه وتحلوه داكشي كتقولوا واو فريمون دي سوفونير اللي زوينين وكترجعوا تفكروا دوك لي جوغ كيما هما وعندي دايوغ حتى تما واحد الدفتر اللي كنت كنكتب فيه مني كنت في عمري جو بونس والله ما عقلت مني انا وصغيره وانا كنت كنكتب اليوميات ديالي كل نهار صراحه توقفت على انني نكتب كل نهار مني حملت واقيلا بميزكين كنت كنكتب شاك جور كنكتب
على النهار ديالي كيفاش كيدوز، شنو هما الحوايج اللي فيهم زوينين، شنو هما الحوايج اللي خايبين، على لي مومون زوينين ديال الولاده، الاعراس، لا فامي، الحزن، كلشي 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 كتبها فيه فريمون كيعجبني نكتب. مي صراحه ما كتبش لكم دابا، ما كنكتبش، مي اي ميس ذات صراحه، خصني نرجع نكتب. ديما كنقولها لمريم، كنقول توحشت نكتب وصافي. كل مره كيفاش كنكتب على حسب المود ديالي. المهم كيعجبني، ما عرفتش نتوما بحالي، قولوها ليا واش كديروا بحالي ولا واش كيعجبكم ديروا بحال هكذا. انا بيرسون مو كيعجبني ندير هكذا. وعندي واحد الكتيب ديال مزكينه كنكتب لها فيه دي تروك لي خاصين. دابا عزيز عليكي مرحبا، صافي انا نسيتيني، انا وليت ما عرفتش شنو. اليوم العشاء كبسه اللي غادي تسول على لا غوسيت، غتلقاوها في كوكينو دي سيستر في انستغرام، غتلقاوها في صندوق الوصف.